كما أثبتت لكل العالم شموخها وصمودها والتصدي لأعداء الوطن والتاريخ، ها هي اليوم قلعة حلب، وبعد نجاح الجيش العربي السوري بتطهير محيطها وصولاً إلى باقي المدينة، هي تشهد عودة الحياة والبهجة والسرور من بوابة مدرجها العريق عبر حفل فني أقامته وزارة السياحة وفعاليات أخرى. قبل الحفل يمكن لك أن تتأكد من سرعة تعافي أبناء الشهباء من خلال توافد الآلاف من أبناء المدينة إلى باب القلعة ليشاهدوا ويسجلوا تاريخا مهما في حياة مدينتهم. وفي داخل القلعة أضواء وجهت أنوارها إلى الأحياء والمناطق. نحن هنا نريد أن نقول لكل العالم أننا في قلعة الصمود، قلعة حلب الشامخة كصمود أبنائها. شادي جميل أسطورة، رمز من رموز حلب. شادي جميل هو الطرب والجمال، هو أيقونة حلب، نحن بنحبه كتير وشايف هالناس بتحبه. حلب رجعت من أول جديد إن شاء الله، وإن شاء الله ترجع أمجاد القلعة وأمجاد سوريا مثل ما كانت بالأول وأكثر بهالشباب اللي شايفينهم وهالصبايا. شيء كتير حلو، رجعت السعادة، رجع الفرح لوجوه الناس. الحقيقة نحن يعني فعلا لما دخلنا على القلعة استغربنا من هالوجاه الحلوة، من هالحياة، الروح اللي رجعت لنا. الله يديمها وينصر جيشنا البطل. هذا اليوم بيذكرني بأنه حلب منتصرة وباقية، بأنه شعبها الطيب اللي موجود من الساعة 5 لهلا على مدرة قلعة حلب هالآبدة التاريخية، عم بيقول بأنه نحن باقون. من بانكوك لأحضر حفلة لشادي جميل في قلعة حلب الشهباء، وبقول لجميع المقيمين خارج القطر العربي السوري أن يعودوا، إنه البلد الأمان. رجعت الحياة لحلب من أول وجديد، الشعب كلياته إيد واحدة، وجيشنا وشعبنا كله إيد واحدة. 6 ساعات لم تكن كافية لأبناء حلب الذين تغنوا مع فناني حلب شادي جميل بأحلى وأجمل الأغاني التراثية والقدود والموشحات ومواويل صدحت لها كل المسامع. ما عندي وصف كلام كبير أقدر أوصف أهل حلب. أهل حلب التاريخ بيشهد له. القلعة اليوم إحجارها عم تشهد أنه مهما عواصفهم وأرهابهم رح نبقى وتبقى أهل حلب صامدة بجيشها وبإخلاص أهلها. قلعة حلب اليوم التي فتحت أبوابها لآلاف الزائرين المسالمين الحلبيون المحبون المغتربون العائدون إلى مدينة حلب، هذه القلعة التي لم يستطع الإرهاب والغزاة أن يدخلوها، اليوم فتحت أبوابها سلما لمحبيها لتطلق صرحة للجميع أن هذا اليوم هو يوم حقيقي. من هالقلعة منقول لك عالم نحن أرض السلام، أرض المحبة، أرض الأنبياء، أرض الدين الواحد. على قد ما هاي المدينة بتحمل من عراقة وتاريخ وحضارة، على قد ما أنا اليوم فعلا عم بحس وعم شوف هذا الشيء بعيون أهل حلب، عم شوفهم كيف عم يستمتعوا بالطرب الأصيل رغم كل الحزن والأسى اللي جواتهم. تفاعل يعكس حب الحلبيين للأصالة والفن والحياة، أطفى غليانا في القلب من الفرح، وفي الوقت ذاته دعوات بأن ينهي الجيش تواجد الإرهاب على الأرض السورية، لأن سوريا لا يمكن لها إلا أن تكون مهد الحياة كما هي مهد الحضارات. أنس رمضان، الإخبارية السورية، قلعة حلب.